بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. زي ما وعدنا في الحلقة اللي فاتت إن احنا هنعمل كورس كامل للفوكابلري، الكلمات، وده هيكون عبارة عن حفظ 1500 كلمة مهمة جدا في جميع المجالات، لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للأطفال أو أي حد بيجنر مبتدئ، وخاصة الأطفال في المرحلة الابتدائية وأي حد بيأسس ولاده من البداية لازم يهتم بالحصيلة اللغوية. زي ما شرحنا قبل كده هنحفظ 1500 كلمة إن شاء الله في حلقات متتالية، بس نمشي بالترتيب عشان نلاقي إن شاء الله نتيجة إيجابية. ازاي نحفظ بدون مجهود وازاي نحفظ بدون عناء؟ في ناس كتير جدا 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 مشكلتها مع أطفالها الحفظ، وطبعا كون ان الطفل يبقى عنده حصيلة لغوية دي من اهم الحاجات في تأسيس الانجليش. يعني ما نهتمش بس ان احنا نديله الفونيك تمام، ونهتم قوي بموضوع ان هو يقرأ ويكتب، ده طبعا مهم جدا، لكن بلس نمشي الخطوات مع بعضها. يعني بلاش نخلص حاجة وبعدين نرجع نبدأ في حاجة تانية، لا، احنا ممكن نمشي اكتر من حاجة مع بعض وهنلاقي ان شاء الله نتيجة ايجابية جدا. ال 1500 كلمة دولت لو بالاستماع اليومي فقط بدون اي مجهود بدون اي عناء، هتبصي تلاقي طفلك يوم عن يوم بيحفظ. المطلوب منك ان انت كل يوم تسمعي الفيديو ده تقريبا، يعني يقعد ربع ساعة فقط في اليوم يسمع الكلمات دي. انا اصريت ان انا اسجلها in Arabic and English، بالعربي والإنجليش، عشان المعنى يثبت في ذهن الأولاد. يعني مش هنطقها الإنجليش فقط، لأ، هنطق الكلمة English plus Arabic، بحيث إن الطفل تثبت الكلمة في دماغه بدون عناء بدون أي مجهود. مع التكرار ومع المتابعة، وتمسكي ورقة وقلم وتسجلي حاجة اسمها الحصيلة اللغوية، يعني تكتبي النهاردة حفظ كام كلمة بلس بكرة، زائد تكتبي اللي حفظهم تاني يوم بلس الزائد تكتبي اللي حفظهم تالت يوم، وتعملي كده مسلسل وراء بعضه لحد ما تجمعي الإجمالي في الآخر، تبصي تلاقيه حافظ معاكي 1500 كلمة بدون أي مجهود. لو هو بيمسك القلم وبيعرف يكتب، بعد ما يسمع الفيديو يجيب قلمه ويبدأ يتملى الكلمات دي. طب لو هو لسه طفل صغير وما بيعرفش يكتب كلمات طويلة، ما عليه بس غير ان هو يحفظ دول أورال شفوي، والمرحلة اللي بعد كده طالما حفظهم شفوي بعد كده لما يتقدم شوية في الفونيك في الصوتيات هيقدر ان هو يكتبهم كويس جدا. كل فيديو هيبقى خاص بشيء معين. يعني النهاردة أول حاجة، أول فيديو لينا عن family، my family، my family اللي هي العائلة. هناخد جميع الكلمات اللي تخص العائلة. تاني بكرر الحفظ بدون مجهود، مش مطلوب منك ان الطفل يسمع الفيديو كل يوم ربع ساعة، ما تقعدهوش بقى وتقولوا لأ لازم تحفظ لازم تحل لازم ما عرفش ليه، مش ممنوع خالص الكلام ده. مش مطلوب منك بس اكتر من استماع يومي للكلمة بالعربي والانجليش بالعربي والانجليش، هتلاقي نتيجة. انا بكلمك عن تجربة، عندي الاولاد في الكورس حفظوا 1500 كلمة، وفي كورس جديد لسه بيحفظ فيهم ما شاء الله تقريبا وصلوا لنص الديكشنري، وصلوا لنص القاموس ده ومستمرين، ودول كمان بيتابعوا معايا الفيديوهات دي، وهطلب منهم ان هم ينزلوا لي التطبيقات بتاعتهم وهم بيقروا الكلمات، او الماميز بتاعتهم بتسمع لهم الكلمه وهم بيقولوها. مهم جدا 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 يا جماعه ان احنا نحفظ بدون عناء عشان الطفل ما يحسش بالملل وبالزهق ويتعقد ويحس ان الانجليش ده صعب جدا ويحس ان الانجليش ده عقده، فاحنا مش عايزين كده. لو مشيتي ورايا بالترتيب، لو سمعتي الطفل الفيديو مره واثنين وثلاثه كل يوم ربع ساعه استماع فقط، هتلاقي نتيجه ايجابيه جدا. انا بتكلم عن تجربه، الطفل هيحفظ كميه هائله من الكلمات بدون مجهود بدون عناء بدون ضغط. نبدا على الفاميلي، اب فادر، ام مذر، اخ برازر، اخت سيستر،
ابن sun ابن sun sun ابن daughter ابن daughter daughter عم uncle عم uncle uncle عمة أو خالة aunt عمة أو خالة aunt aunt ابن العم أو ابن الخال cousin ابن العم أو ابن الخال cousin cousin توأم twins twins توأم twins twins ابن الأخ أو ابن الأخت nephew nephew ابن الأخ أو ابن الأخت nephew nephew بنت الأخ أو بنت الأخت niece niece بنت الأخ أو بنت الأخت niece niece الجدة grandmother الجدة grandmother grandmother الجد grandfather grandfather الجد grandfather grandfather الحفيدة granddaughter granddaughter حفيدة granddaughter granddaughter حفيد grandson grandson حفيد grandson grandson أم الزوج أو أم الزوجة mother-in-law أم الزوج أم الزوجة mother-in-law mother-in-law أبو الزوج أبو الزوجة father-in-law father-in-law أبو الزوج أبو الزوجة father-in-law father-in-law أحد الأقارب relative relative أحد الأقارب relative relative زوج الابن زوج الابنة son-in-law زوج الابنة son-in-law son-in-law زوجة الابن daughter-in-law 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 الوالدين parents parents الوالدين parents parents وده كان فيديو النهاردة انتظروني في الفيديو التالي زي ما قلتلك اهم حاجة keep يعني طبعا keep practicing لازم الطفل يستمع استماع يومي لازم استماع يومي مش وقت طويل كل يوم ربع ساعة فقط استماع للكلمة بالعربي بالانجليش يكررها يقولها هتلاقي مع الوقت حفظ بدون مجهود وبدون عناء انتظروني ان شاء الله في الفيديو الجاي وهنتطرق لموضوع جديد من الكلمات اللي احنا هنحفظها في سلسلة 1500 كلمة لو عجبكم الفيديو ياريت ما ننساش نعمل لايك وشير عشان المعلومة توصل لأكبر عدد من الناس نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد ومفيد ان شاء الله Thank you for watching and see you next time Goodbye